هناك قرارات انفرادية وأصبحت هناك محاسبة السكان لمحافظتي السليمانية وحلبجة، وكذلك قطع التمويل للمشاريع الاستثمارية في هذه المحافظة. كل هذه المسائل هي التي أجبرت، لو كان هناك حرص على وحدة الإقليم لما حسب اتفاق 98 يمكن 43%. لا مشاكلها مع حسب اتفاق 98 اللي رعته الولايات المتحدة بعد ما تحاربتوا بال 96، انتم اتفقتوا على انه تمويل الموازنه يكون 43% على سليمانيه و57 اربيل. زين، وين ال 43؟ بس ما وصلت يا استاذ احمد. 43 ما مالتكم وين؟ انطر رواتب من عندها. ما وصلت. انطر رواتب من عندها. ما وصلت. لا مسؤوله سليمانيه. لا ما وصلت. واردات سليمانيه. ما وصلت. واردات سليمانيه. ما واردات سليمانيه ما يكفي، واردات سليمانيه ما يكفي، الكل يعرف، حكومه الاقليم يعرف. هناك حجز كبير في الواردات الداخلية في محافظة سليمانية. لذلك الأمور يجب أن تؤخذ بواقعها الحالي. يعني هذه الخطوة التي أقدمت عليها الاتحاد الوطني هي فقط لتكون هناك ضمان لعدم تكرار سياسة الإجحاف والغبن بحق محافظة السليمانية. جي. هذا ما صرح به يعني بشكل واضح. خطوة عقلانية استاذ علي فيلي. وليس واضح. وهذه استاذ نعم. علي وهذه خطوة عقلانية لمصلحة خطوة الشعب، خطوة عقلانية لمصلحة والشعب السليماني وحلبجة وكذلك لا حتى استقرار البلد. خلينا نروح استاذ علي اذا ما اقدم خلينا نروح استاذ علي خطوة عقلانية.